بسم الله. إنشاء قاعدة بيانات جديدة وحفظها في مكان على محرك الأقراص. مش هسمع كلامكو ومش هسيب النقطة دي عشان هي نقطة سهلة، لأن برضو ما سبتش النقطة اللي فاتت عشان نقطة سهلة، لأن احنا عندنا واتفقنا قبل كده على أننا هنغطي كل النقاط اللي موجودة في المنهج المايكروسوفت اكسس او منهج قواعد البيانات. فهنفتح، ايه رايكم نفتح الاكسس ونشوف؟ ادي الاكسس هنفتحه ونعمل قاعده بيانات جديده. لما فتحناها قال لك يا اما تعمل قاعده بيانات جديده، يا اما تفتح قاعده بيانات موجوده، يا اما تعمل بيانات قاعدة بيانات جديدة فارغة فاضية ما فيهاش أي جداول، يا إما ربما تحب إن أنت تستخدم حاجات من قوالب من نموذج قاعدة بيانات موجودة لكن ليس فيها أي أي معلومات. زي قاعدة بيانات بتتكلم عن الأصول، إيه الأصول دي؟ أسيستس اللي هو الموجودة، مثلا لو عندك شركة والشركة دي فيها كمبيوترات، فيها مكاتب، فيها 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 حاجات، فدي بتحط فيها الأصول دي موجودة جاهزة عندك على الكمبيوتر، هنتكلم عنها بعدين. أوجهات اتصال هو الكونتاكت، أحمد رقم كذا عنوانه كذا، برضو دي جدول موجود بتملى فيه، يعني فاضي نموذج فاضي. المهم تعالوا نعمل قاعدة بيانات فارغة. أدي قاعدة بيانات فارغة. فلما جينا ناحية الشمال هنا قال لك ايه؟ ان قاعدة البيانات فارغة هنسميها ACCDB. قول له لا، ده اسم ملوش علاقة بي، انا مع قاعدة بيانات واحد واثنين وثلاثة اسم ليس له معنى. فانا هكتب الدرس، خلاص اكتب الدرس ايه؟ 19. طيب حابب ان انت تحفظه هنا ولا في مكان تاني؟ لا انا حابب احفظه في الديسكتوب، ادي هو، واضغط على الديسكتوب، ادي هو، اقول له موافق، خلاص حفظته فين؟ في الديسكتوب، واقول له انشاء، هينشئه لي في الديسكتوب، ولا عايز مكان تاني براحتك. انشا لي قاعده بيانات تسمى الدرس 19 وعمل لي فيها جدول واحد اوتوماتيك جديد. طبعا هنتعلم بعد كده ازاي نعمل الجداول وخلاف. يبقى اذا لانشاء، خلاص نقفل دي، ولانشاء خلاص قاعدة بيانات جديدة خالص ربما تكون فارغة، بفتح الاكسس واجي قاعدة بيانات فارغة واضغط عليها واكتب السن الاسم معلش المناسب اللي انت عايز تكتبه، وليكن الدرس نكتب تاني مثلا الدرس 19. وعجبك المكان بتاعه ولا عايز تروح في مكان تاني؟ لو عايز تحفظه في مكان تاني تضغط هنا وتختار من هنا المكان اللي انت عايز تحفظ فيه، وبعد كده تقول له انشاء، هينشئه لك في المكان اللي انت تختاره. ونتقابل في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.